مشاهدي قناة الإعلامية أنفاس تي في داخل المغرب وخارج المغرب، ميكرو فريد بالضبط الموسم ديال مولاي عبد الله، اليوم الافتتاحي اللي غيعطيو الانطلاقة لهذا الموسم هذا. إلا بغيتو تشوفوا الاستعدادات أجيو معايا. عليكم. وعليكم السلام ورحمه الله. عرفنا خويا على راسك. خويا صلاح عمران، ملقب بعمران فلوغ على حساب الباج ديالي اللي هي تبوري دا سيدي بن نور، اللي كنلوح فيها التصاور ديال الخيل، كما ان انا فارس من الفرسان وجنود من جنود الملك، رحنا مجندون من وراء جلاله الملك نصره الله، فهمتي؟ وحنا فرحانين بزاف اللي رجع مولاي عبد الله من وراء 3 سنوات ديال الغياب ديالو. صراحه الله كاين تنظيم، داكشي غادي هو هذاك، كنتمنوا ان المسيره تكمل كما غادا الحمد لله. كيفاش مستعد اليوم يعني انطلاقه ديال الموسم؟ واخويا دابا راه قال لك واعره البديه، ولكن البديه هي رساله عنا حنايا، فهمتي؟ الاخر اللي كنتكرفسوا وما كيبقى حتى واحد قاد يدير شي حاجه. دابا كتبريباري كتريني كل شيء، دابا غادي نعوموا هذا الحصه اللهم بارك، اللي هو تبردوا شويه. مسمى بالهودة، بالهدى بالهدى اللهم بارك، بالهدى هذا الحصى اللهم بارك تبارك الله، من خيرات الضيعه ديال خميس القصبه العونات.